السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بألف ألف خير يا رب. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الثلاثاء 4/4/2023، بتمنى لكم يا رب ما نخرجش من رمضان إلا وكل دعوة في قلوبكم متحققة بإذن الله تعالى. هنستعرض سعر الدولار والعملات في البنوك وفي السوق السوداء، فضلا منكم أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. سجل الدولار اليوم في البنوك 30.90 جنيه، الريال السعودي سجل اليوم 8.24 جنيه، سجل الدينار الكويتي في البنوك 100.73 جنيه، سجل الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك 8.41 جنيه، الجنيه الاسترليني سجل اليوم 38.33 جنيه شراء، وسجل اليورو اليوم في البنوك 33.67 جنيه شراء. سعر الدولار في السوق السوداء شراء 37.64 جنيه، والبيع 37.03 جنيه. دايما وجودكم في قناتي شرف كبير لي، انا بشكركم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.